انا ممكن اعرف انتوا عايزين ايه بالظبط؟ عايزين الواد. عايزينه في ايه؟ ان صالح تتصالح، سلم الولاد. انت مجنون، موتوني مش هتاخدوا الولاد. بلاش هستعمل معاك العنف عما اعرف. لا 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 لا، طب ليه لازمه العنف والسلاح والكلام ده؟ انا هقول لكم حل حلو جدا. انتوا مش عايزين نديم؟ ايوه. خلاص خلوا عم عارفه والولاد يمشوا وانا هجيب لكم نديم، مش ده اللي انتوا عايزينه؟ ايوه. تمام، عايزين ان انا بقى في حاجه؟ لا بس انا كنت واثق. الاء ثواني هجيب الحاجه واجي. انتوا ما يكونش قلب، مفيش رحمه، ولاد اللي انتوا عايزين تاخدوها. خالتي رحمه مسافره، مش عايز استعمل معاك العنف. قلت لك يا خبر ابيض. لا مؤاخذه يا جماعه، لا مؤاخذه، هو ما جاش هنا؟ لا، روح دور عليه. يلا ولاد دور عليه، روح دور عليه. ايه صوت الرصاص ده؟ ايه اللي انا سمعته ده؟ في ايه يا جدعان؟ ايه الصوت ده؟ هو اللي حصل ده عز؟ معرفش، من واقف معاك اهو. بيقولوا حد بيصطاد في الناحيه اللي جايه. وطبعا الصوت طار. طار برضه اسمه كلام؟ رجع للقفص زي الجبان وبسرعه. يبقى صياد تافه وغبي. وايش عرفك؟ مش يمكن شويه تراب دخلوا في عينه فخلاه مش شايف؟ يبقى صياد هوي مش محترف. شويه عصافير قدرت تضحك عليه. لعلمك بقى، ده صياد شاطر، وشاطر قوي كمان. بعدين في الاخر ما يقع غير الشاطر، ولا ايه؟ اه يا جابر، وانت شكلك تعرفه بقى، بس شكلك بتدافع عنه. يعني بيقولوا انكم في مصر ان الطيور على اشكالها تقع، والصيادين برضو على فريستهم تقع، ولا يا حمص؟ انا عايز افهم كل حاجه.